تخيل انت ولا انتي يلا تزوجتو وقلتو بسم الله في الحياة وشريتو الدار ديال احلامكم اللي هي على قدكم، مستعدين باش انكم تعيشوا الحياة بعرضها وطولها. فاذا به عائلة شيطانية في هيئة انسان غادي تقرر باش انها تحرر عليكم هاد المعيشة بدون سبب ولا بسابق انذار، وحيتاش قررتي انك ما تسكتش وتنوض دافع على روحك خوفا لانك ترتكب شي جريمة لا قدر الله، ما غادي تلقى حتى شي حد اللي ينصفك من غير انك تكتئب وتحول ديك الحياة اللي كنتو غادي تعيشوها كلها نشاط إلى جحيم بين ليلة وضحاها. ما تمشي فين وتابع هاد الحلقة مهمة، لأن يعني في الأخير غادي نبين لكم الأهمية ديال الجار، شنو وصانا سيدنا رسول الله وشنو وصانا مولانا في كتابه الحكيم على الجار. ما تمشيو فين وبقوا إلى آخر الحلقة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. شكرا جزيلا على التجاوب ديالكم مع القصه ديال نورهان، اللي ما تصوروش اثر كلمتكم الطيبه وشنو خلى فيها. شنو نقول لك، خذت لي كومونتيرات الصباح، ولكن واحد الحب، واحد الحب في الناس، ما شاء الله ما شاء الله عليهم، حسوا بيا، حسوا بالمعاناه ديالي، وخا القصه من القصه شحال من حاجه والله حسوا بيا وحسوا بالمعاناه اللي دازت الحمد لله. ايضا باش ما نساش في التعليق لقيت واحد الام اللي كتبت لي باللي ساره واسراء بنيتها كيحماقوا عليا. انا بغيت نقول لكم الله يحفظكم والله ينوركم من نور الله ويخلي لك هاد البنيات اللي انا تنسلم عليهم ساره واسراء، اسماء رائعه ما شاء الله، والله العظيم الا كتحشموني بكميه الحب ديالكم والكلام الطيب اللي كتقولوه في حقي. فيا متابعين يا كرام، شكرا شكرا جزيلا ومن كل قلبي على تفاعلكم الايجابي مع كل ما كنشاركوا معكم. وتبارك الله كنقرا في التعاليق كتقولوا لي مبروك 300,000 مشترك، صراحه ما رديتش ليها البال، بغيت نقول لكم شكرا بزاف، واخا كتفرج فيا غير 20% من هاد 300,000، العدد غادي كيتزاد ولكن باقي العدد محصور نتاع المشاهدات اللي ما بين 30,000 40,000، صراحه ما عرفتش علاش ولكن لا يهم. انا عندي يقين بلي انه ان شاء الله بشويه بشويه هذا المحتوى غادي ينتشر للجميع وكل شيء يولي يستفيد منه. المهم ما تنسوش انكم تفعلوا جرس القناه باش تكونوا من الاولين اللي كيتوصلوا بالفيديوهات ديالي، وما تنسوش لتحت واحد اللايك اللي ما كتكلفكم حتى شي حاجه. فخليني ما نتعطلش عليكم ونقول لكم لنبدا. صاحبة القصة كتقول غادي نختار كاسم مستعار سامية. حكاية الليلة كتقول سامية، أنا ما غاديش نهضر لا على طفولة ولا على حالتي المادية، ولكن خليني نبدأ معكم من البداية نتاع قصتي. كتقول أنا إنسانة فاش يلا تزوجات غادي نفكر أنا وراجلي باش أننا نشريو شي دار لينا، فاختارينا واحد البارتما على قدنا في واحد الإقامة اللي هي نقية. أنا بطبعي كنبغي التقار وما كنهضر مع حتى شي حد، وكنحترم الطرف الثاني حتى أنا كنبغي يحترمني. راجلي درويش وتيهضر مع كل شيء. غادي نشريو هاد الدوره اللي حنا ساكنين فيها اليوم وغادي نجيو نسكنوا فيها، وانا مازال كنتوحم. وراجلي كان تيهضر مع واحد السيد فوق منا اللي كان كبير قد الضباه، واللي كان تيجي عند راجلي وتيقول ليه كل مره راه تيقول فيك فلان ويقول فيك فلان ويقول فيك فلان، وقلت ليه بلي انه هاد السيد انا ما ارتحيتش ليه وزيدون ماشي من المستوى ديالك وكبير عليك وفيه تحريميات، من الاحسن انك ما تبقاش تدوي معاه باش ما نحلوش معاه مستقبلا. راجلي ما كيتصنطش، ديما ها هو غادي معاه، ها هو مجمع معاه، ها هو طالع معاه. هذا من جهه، انا البارطمان ديالي اولا الدار ديالي ما كتشوفش الزنقه ولكن كتشوف لواحد لاكور. فاش كنت حامله كنت نخدم ونجي، كنت تلقى ديك المساحه ديالي حاشاكم عامره بالازبال، كلها ازبال نتاع شي واحد اللي هو خياط، وانا ما عارفاش شكون ساكن معانا خياط ولا حتى خياطه. فمن الويكاند للويكاند كنت نسيق هذيك لاكور. واحد النهار قال لي راجلي راه واحد خاينه فوق منا هو اللي خياط. قلت ليه قول ليه ما يبقاش يلوح علينا الزبل عافاك، كيهضر معاه ما كيتصنطش، ديما دوك الازبال دير واحد الشوفو عنده، اذا بدل لي حتى من الحجره تيلوح علينا. ومعمرته خدامه في الخارج، اذا بغى يمسح الزاج بالجورنال كنلقاه عندي. فراكور ديالي في الاصل حنا شاريناها في التيتر، فاي حاجه في بلاصه ما تمشي لبلاصتها كتلح عندي. راجلي تيقول لي جمعي هادشي وصافو ميكي، كنجمع نقول فيه غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ماشي مشكل. دازت الايام تلقات يدوي مع راجلي، قلت لراجلي تفرق عليه ما تدويش معاه، هاد السيد راه دار نزاعات ما بين الكونسيرج والعماره كلها، حيت داك الكونسيرج كان عايق بالقوالب ديالو وما كانش تيخلي انه يطلع للسطح، حيت مرت الكونسيرج ديما كتكون فيه. في الاخير هاد الكونسيرج مشى فحالو وانا ولدت وجلست من الخدمه، حيت اتفقت انا وراجلي باش انني نتكلف نقابل ولدي، توكلت على الله. ومنين جلست وانا في العذاب، جاو عندي العائله وبغاو يخرجوا ينشروا في لاكور، ما تنخليهمش حيتاش ما تنقدرش، واحد الانسان فوق مني حاضين وما تيحترمنيش، ديما سيس عليا الزرابي وولدي مريض، اذا بغيت نشر ليه غير الحويجات ديالو في الشميسه كيوليو مغبرين. تخيلوا بعض المرات كنلقى عندي الحوت خانز اعزكم الله، ولدي صغير فاش بدا كيتمشى وليت كنسد عليه، تنخاف لا يخرج ويطيح عليه شي حاجه. بامكاني ندير ديك لاكور اللي بغيت ولكن ما يمكنش حيتاش واحد الانسان حاضيك. عمرني ما شفت شي راس نتاع شي
راجل الا هو هذاك اللي فوق منا. باقا كنعقل فاش يلاه جينا كنت كنتوحم، مرتو كانت هبطت لي شي زوج مرات سكسو. فاش راجل هاد صار بزاف طلعت عندها واحد النهار وبست لها يديها وراسها وطلبتها وقلت لها انا مزاوقه، قولي لراجلك ما يبقاش يلوح عليا الازبال ديال داركم وما يبقاش يطلع عليا. قالت لي صافي واخا، ولكن علاش كيلوح عليك ويبدا يمسح وانا تندير كل شيء؟ والله ما نكذب عليك، هانتي اجي دخلي الدار شوفيها شحال نقيه. قلت لها انا ما تنقولش لك انت، راه هو وراه دارك اذا نقيه حيت هو كيلوح عليا داكشي مناش تنقات. تخيلوا خمسة ديال المرات كنطلع عندها بالمزوقه والطليب ونقول لها قولي لراجلك يقيلني عليه. حتى لواحد المره بدات كتخوت وهي تقول لي شنو كتقصدي بها؟ قلت لها فهميها كيف ما بغيتي، قولي لي غير يعطيني التقار وما يطلش عليا. كتعاير وما خلات ما قالت وزدت وخليتها. حاولت نميك وتنقول دابا يهديه الله، راه راجل كبير ودعيت الله وكنصلي وندعي وحسبي الله ونعم الوكيل فيه والله ياخذ فيه الحق، ودا يا ربي هادشي من عندك، الله يأدبني مع هذا الابتلاء وراني فوت لك هذا الامر، انك تمهل ولا تهمل. صافي وحاولت انا نتنسى لكن ما قدرتش. جلست مع راجلي وقلت ليه التفاصيل، بلي تخينا تيطلع عليا ما كيحترمنيش وغير كنبان ليه كيبقى مخرج راسو وتيخسر الهضره من الصمت لتحت. قلت لراجلي انا صافي مرتو ما بقيتش غادي نطلع عندها نطلبها، وراه انا علمتك ابتداء من اليوم اذا بسال عليا غادي نولي نعطيه علاش تيقلب، ما يمكنش نبقى صابر على هادشي. راجلي حبس ما بقاش يدوي معاه خصوصا فاش هضر معاه الاخر بواحد الاسلوب اعزكم الله زنقاوي. كنت ديما مخاصمه انا وراجلي عليه باش يعطي اتساع. واحد النهار بغيت نشطب الدروج القدام تاع داري حيت كانوا عامرين وسخ ويتم هبط لعندي وبديت كنغوت وبعد مني وعطيني التقار ومالك تبعنا، واذا كانت بحال هكا الجوره انا ما عندي ما ندير بها. وشو بغيتيش تحترم؟ كرهني في الدروج وفي السطح وفي العماره كلها. تنقول لراجلي نمشيو، تيقول لي فين غنمشيو؟ انا عييت، العيالات ديال العماره عندهم بالكونات ما محتاجينش السطح، انا عندي لاكور ما كتوصلهاش اصلا الشمس، ومضطره انني نطلع للسطح لانه حوايج ولدي خصهم يتشمشوا حيت عنده الحساسيه، وحتى في السطح تيخلي جهته ويجي لجهتي فين كيسوس الزرابي. شرحت لمرتو عييت فيها، راجلي تيقول لي صافي راك ستي فيه. تيبقى فيا الحال ونشد شي قنتو بدا كنبكي. من بعد هذاك النهار فاش تفرقعت عليه في الدروج قال لي دابا نجيبهم لك، بدا تيهددني. مشيت عند الجيران اللي هما ناس كبار ومتقاعدين وكنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، حسبوني منكم، حسبوني بنتكم ولا اختكم اللي عجبكم، عافاكم هضروا مع هذا السيد يعطاني التقار. طلبتهم وطلبت السانديك وقلت لي راه نقدروا نوصلوا شي مصلي وما خايبين. استهزؤوا بيا الجيران وما داروا والو. واحد النهار تلقى لي في لاسانسور وبديت كنغوت كنغوت وقال لي وعيقتي زدتي فين؟ راه ما تندير لك والو. وهو بغى يشدني باش يضربني على كتافي. رجعت للور وقلت ليه ما تشدني ما تدوي معايا بعد مني. قلت ليه عينا ما نطلبوا في مراتك وما استحيات وجلست تتعاير. اسيدي عطانا اتساع انت وياها وما تبقاش تطلع عليا. تضحك وقال لي وصافي عيقتي حتى انتيا. بدوك الغدايد قلت ليه دابا نجيب لك اللي تكلف بك وانا نهبط. تخيلوا مرتو جات عند اختها بالليل عاودت ليها شنو واقع، حلات الشرجم وبقات يا الفاعله يا التاركه، كنا نوحمك وكنا نفعلوا لك والمعيار من الصمت لتحت. حشومه تقولوا مرا في هذاك السن والمضمون ديالو بلي انني اعزكم الله تبع راجلها وبغيته وانا اللي تنمسال عليه. شوفوا الوقاحه فين وصلت. كنسكت وما كنجاوبش وكنحاول باش انني واخا داخليا كنبقى كنخلي. تخيلوا في ديك العماره راه ما تلقى حتى مع شي مرا ولا راجل، كل شيء دخل سوق راسو الا هو. تنبقى في الدار بايام وفاش تنوي نخرج كنلقاه قدامي لاكور. قلت اجي نبدا نسيقه مع السبعه ديال الصباح، كل شيء ناعس ولكن بسم الله الرحمن الرحيم تلقاه كيطلع عليا. ما عرفتش هاد الانسان واش هو من الانس ولا من الجن. الصراعات بداو كيطوالو مع راجلي، تنتغوت معاه، لقى لي شي حل، لقى لي شي حل لدرجه اننا وصلنا للطلاق. كنقول ليه انت مول المشاكل، انت اللي جبتي ثقلت الاحترام، حيتاش فاش تنقول لك هضر معاه ما كتهضرش معاه، وهو عند بالو تيقول بلي انا راه مسطيه حيت هو اصلا مزيان مع راجلي وتيدوي معاه. قررت باش ندير الكاميرات، مشى عند الناس قال لهم قولوا لها تحيدهم. جاو عندنا رجال العماره على اساس انهم يطلبوني نحيدو دوك الكاميرات، ودرت فيهم قلت لهم فاش جيت طلبتكم ما دويتوش معاه ودابا كتقولوا لي الكاميرات نحيدهم؟ لا انا اللي تنعاني وما غاديش نحيدهم. مشى دار الكرياج باش يبين ليهم نوعا ما واحد التمثيل باللي هو زعما راه ما غاديش يبقى يطلع عليا. اسيدي طلوا لما طلش سوقك هذاك، المهم اذا بنتلك انا احترمني ودخل سوق راسك. ماشي حتى كنبان انا عاد كتبان انت، وما كيحاولش يقلب وجهه ولا كيبقى حاضيني ولحيه في الهضره، وانا انسانه مزوجه وعندي ولد. المهم انا الكاميرات ما حيدتهمش. واحد النهار اللي غادي يبان ليه فيهم باللي انا وهو كيلوح علينا الزبل حشاك ديالو، وهنا شد معانا الضد اكثر من الاول. راجلي خرج على السيطره ديالو وبدا كيعايرو، قال لي هذاك الشيطان اللي فوق منا وفضحتونا بهاد لاكور، وبدا تيدوي. راجلي ما سكتش، انا خرجت عنده قلت له هاد السيد راه ما معاهش الهضره، يلا ندخلوا فلان. غير حنا دخلنا وسدينا الباب وهز الكيسان وبدا تيعطي بهم لاكور ويخسر في الهضره. قلت لراجلي دابا دابا نمشيو نديكلاريو بيه، وكان ديك الساعه الحد. فعلا مشيت انا وراجلي البيرمانونس
وقلنا لهم بغينا نديكلاريو بواحد الراجل اللي محرر علينا عيشة. قالوا لي حتى غدا وسير الكوميساريه المحسوبه عليكم. قلنا لهم واخا بالليل غادي نرجعوا للدار. لغد ليه جاو عندنا زوج من نسابو، الاول اللي كان خدام مع البوليس والثاني خدام مع الجماعه اللي كيعرفوا بباط راجلي. فبداو كيرغبوا فيا ويبوسوا لي على راسي ويقولوا لي والله ما يعاود، ودخلوا كيطلبوا. قلت لهم ودي راني عييت ومردت وهادشي راه بزاف عليا. بداو كيطلبوني والله ما يقرب ليك والله يسامحك ومسحيها فينا هاد المره، غير هما مشاو بالليل غادي يجي هو ومرتو واحد زوج دراري وولدو. المهم كانوا خمسه بهم، كانوا هازين واحد الشكاره فيها الجناوه وواحد السرواطه وكيدقوا علينا الباب. كنطل وبان لي راجلي بغى يحل الباب، قلت ليه لا والو ما تحلش. قال لي لا غادي نحل. حل ووقف عليه واحد خينا قال ليه واش كاين امين اللي هو خو راجلي. جاوبت انا وقلت ليه لا راه ما ساكنش هنا. بديت كندخل في راجلي وهما يخرجوا الاخرين شي من الدروج شي من لاسانسور. قال لهم اش كاين شنو بغيتوا ياك لاباس سيروا تلعبوا. واحد فيهم طق وقال لي راه واخا تشوفونا صغار راه حنا كبار. هذاك الشيطان كان معاهم. قلت ليه دابا نتوما مهجمين علينا جايب لينا البراش، هادشي اللي تلات بيك. تخيلوا فرمشات عين راجلي شنق على واحد، الاخر ضربو بالزروطه، جيت نضرب انا الاخر باش نحامي على راجلي، واحد اخر عاوتاني ضربني، هرسوا لراجلي نضادر ولينا حالتنا. اش غادي نقول لكم تنغوت وعباد الله اعتقونا. شويه واحد الجاره تما تهبطه كتجري مرت هذاك الشيطان، قالت لهم جروا هبطوا وهربتهم باش ما يشهد عليهم حتى شي حد. دخلتني جارتي سدات عليا الباب والاخرى بدات كتغوت. دابا تشوفوا هادشي اللي درتي هي الفاعله يا التركه، كلام بدون مستوى وعلى اساس حنا اللي تهجمنا عليهم. بقينا ديك الليله حتى بغى يسكت لينا القلب. قلت لراجلي شوف هادو اللي جابو نسابهم يتدخلوا للسطوح بالليل، هما بالليل ناضوا هاجمين علينا. شدتني واحد لاكريز وبديت كنغوت ونبكي وسخفت لراجلي. تاني الاستعجالات داروا لينا شهادات وصبح الصباح مشينا عند البوليس. قلنا لهم عندنا زوج ديال الشكايات، الاولى نتاع نهار مشينا للبيرمانونس وقالوا لي حتى لا خط ليه، والليله ديالها تهجموا علينا. داك البوليسي قال لي ما تدويش لي على فاش مشيتي داك النهار، انا بغيت نتاع دابا. قلت لي انا جايه ندير شكايه نتاع بيني وبين واحد الشخص، والشكايه الثانيه ديالي انا وراجلي اللي تهجموا علينا. المهم خداو اقوال ديالنا وقال لي علاش تل دابا عاد جايه باش ديكلاري به. قلت له حيتاش تدخلوا اطراف من عائلته، وعاودت لي القصه. مرتك الشيطان غادي تمشي دير سيرتيفيكا ديال الباطل بلي لوسي ولوسي تهجموا عليها. المهم اخترعت قصه باش تهددنا بها ونتنازلوا. بقيت كل مره غادي للكوميساريه كنسولهم واش لقاو الدراري ولا مازال. مشيت عند السانديك قلت ليه اعطيني داكشي اللي تصور في الكاميرا بلي دخلوا دوك الدراري مع العشرة ديال الليل. ما بقاش، ومع مرض داك الشيطان كانت اصلا راجلها بوليسي وخرج بسبب انه كان شد شي رشوه، فبقات عنده علاقه مع البوليس وتدخل باش ديك الشكايه ما استجبوش لينا معاها. واحد النهار هاد الشياطين اللي فوق منا غادي يعيطوا على شيخي واللي كان معاه راجلي في الزنقه، فبداو تيبكيو عليهم وانا هذه وانا هذه وما بقيتش ولادي يدخلوا الحبس وراجلي مريض وانا ما كنتش معاهم. المهم بداو كيطلبوا يزاوكو من جديد. جات عندنا حماتي وشيخي وقالوا لينا شوفي راه وعدونا اذا جاب الله طلع عليكم من الشراجم راه غادي يسدوهم كاع مره اخرى. بديت تنغوت وتنبكي وربي اللي كان عن بيا، تنقول لهم راه خير كلام هذاك وراه ما غاديش يتفرق عليا. شاف فيا شيخي وقال لي على وجهي راه ما غاديش يهضر معاك، صافي حشمت منه ومن الكلام اللي قال لي. ونوعا ما سمعت هذا الكلام وقلت صافي الحمد لله غادي نتهنى منه وما يبقى يدوي معايا. وليت كنطلق القران والرقيه حيتاش مرضت نفسيا. غير تنحل لاكور كنسمع الشراجم كيتقرقبوا، فاش تمشي كنقلب الكاميرات كنلقاه كيطلع عليا. يعني ديك الهضره نتاع شيخي وحماتي ما خدماتش، ولات حماتي ولا خط راجلي حتى كيجيو عندي عاد كنقدر نطلع السطح. اكثر من هذا ولات كتجيني اولا سيطرات عليا الفكره انني نقتلو ونقولو عاد بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله يا ربي تثبتني. حنا عاد بادين وما عندناش فلوس والدنيا غاليه والراجل ما مساعدش انا وينتقل. كملت وقلت الحمد لله ان شاء الله خير ربي كبير، وكندعي كل وقت يا ربي. من داك العام يومنا هذا وليت كنطلق غير القران وكنطلق حسبي الله ونعم الوكيل، ونبقى كنردد معاها لدرجه وليت بحال شي حمقى. داك الشيطان كيتلقى راجلي وكيقول لي راه مرتك كتطلق القران بالجهد، كيجي كيقولها لي راجلي كان داك كنت تخوت معاه علاش تيهضر معاك واعطيك اتساع، واش ما كتفهمش بلي انا وعيرني بابشع الكلام وتحرش بيا وشو هنا قدام كلشي وباقي كدوي معاه. المهم بزاف ديال التفاصيل اللي ما كيتقاداوش. عاود رجع من جديد لحالته القديمه من تخسر الهضره. هزيت التليفون دويت لشيخي وبديت كنغوت وكنقول ليه واش هذا هو اللي ما غاديش يبقى يعاود حتى شي حاجه، فين دوك الوعود انه غادي يشد تقارو. تنغوت تنقول ليه غادي نقتلو غادي ناخذ حقي بيدي بيا ولا به. ولدي حدايا صغير وتيبكي، تنقول ليه هادشي راه بزاف انا ما بقيتش قاده، واش انا غنبقى هكذا؟ دابا جي عندي يا شيخي انا مزوقه. قال لي خليها بنتي حتى يجي راجلك من الخدمه. في الاول كان كيقول لي انا اللي غادي نتكلف به اذا دار شي حاجه من جديد، وفاش وقعت الواقعه قال لي حتى يجي راجلك. دارت بيا الدنيا، مشيت هزيت واحد الموس وتنقول غنمشي نقتلو غنمشي نقتلو به دابا. شنو نقول عاد بالله من الشيطان الرجيم، تنقول يا ربي راك كتشوف كلشي ما قدرش نبقى حيتاش تخسر الهضره غير غادي وكيزيد.
فكان عندي واحد الخارط خرجت ليه ما قدرش نستحمل، حليت الباب وتم هابطيه الفعله هي التركه، بديت نغوت عليه وكنقول لي راه عينا ما نراعيوليك، عينا ما نراعيو لعمرك والناس اللي كتدخل، ولكن هاد المره غادي نديك فين تربى. شدني من الجلابه ديالي حتى تقطعت وقال لي سيري فين ما بغيتي، وبدا كيعيرني ودار لي واحد الحركه جدا مخيله للحياه، ما قدرش نتملك اعصابي. قلت له والله حتى نقتلك، غير هو سمع شي باب كيتحل هو يهرب تيجري، غادي نعاود ديك الساعه نمشي عند البوليس نتشكى بديك الفقصه. وعطيت كاع الاقوال من جديد وبالتفاصيل، صيفطوا معايا واحد البوليسي باش يشوف فين تيلوح هذاك الزبل حشاكم، مشينا ندقوا على سانديك باش داك البوليسي يشوف الكاميرات اللي فيهم ديك الحركه اللي قلت لكم مخيله للحياه. ما بقاش هذاك السانديك يحل حيت عرف بلي انا بوليسي. هادشي وقع نهار الخميس، عاود ترجعت لعندهم نهار الاثنين وقالوا لي راه ما جاش الاستدعاء، دخلت لرئيس الدائره وما عجبوش الحال على ديك الشكايه اللي درت كتماطل وحيت فيها صحابو وهم يديروا لي استدعاء ثانيه. كنقول لهم انا راه ما بغيت والو من غير الاحترام. رجعت لداري شويه عيط لي البوليسي قال لي اجي دابا لمقر الشرطه، فاش وصلت تيبان لي نسيبو في الباب وهو نيت ومرتو كضحك وانا عيني من فوخين بالبكا. دخلت عند البوليسي ولقيتهم كاذبين عليهم وعلى اساس بلي انه ما عندنا حتى شي مشاكل وهادشي غير حيتاش الكاميرات كيشوفوا ليهم في الدار وبلي راه كيجيوني من العائله. بديت نضحك قلت لي ما عندناش المشاكل، قلت لي بعدا قبل كل شيء انا ما تنعرفش هاد السيد ولا حتى هاد السيده، وانا من النهار سكنت انا في المشاكل معهم. قال لي دابا نتوما جيران وبزوجكم شاريين، قلت لي شوف من الاخر اذا جا عندك نسيبو قال لك بغا الصلح وداك الكلام راه هادشي وقع هادي عام، وتهجموا عليا ليلتها بالسيوفه انا ما مسامحاش ليهم، ما جيتش نتسنى حتى يجي يدير لي شي حاجه وفاش نبغي ندافع على راسي نوض نقتلو ولا هو يقتلني. المهم طلبت حقي اللي هو التقار، قال لي غادي ندفعكم المحكمه. ديك النهار جات عندي حماتي باش تطمئن عليا، وصلت 9 ديال الليل مرض الشيطان غادي تحل الشر، بقات عليا في الكلام الخايب وبدون مستوى وغير لائق كيف العاده، كتغوت وكتقول والله ما نخليك تنعسي والله حتى نعذبك والله حتى هذه الله حتى هذه، تنقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهي دير لي ترن في راسي وتفكرت باللي انني نوض نسجلها باش يكون عندي اثباتات حيه. ساعه وهي في التهديدات سجلت كل شيء حتى عييت ومازال ما سكتاتش. خالتي غير كتسمع وكتقول لي ما تديش عليها. لغد لي درت شكايه واحده اخرى للوكيل مالك بلي راه فلانه كتهددني وهذه 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 مع الدلائل، ودفعت داك الشيء. العيالات عندنا في العماره حتى هما كيتشكاو بيناتهم ولكن ما كيتجرؤوش يقولوها لرجالاتهم حيتاش خايفين اللي ارتكبوا في حقه شي جريمه. انا ما قدرتش نسكت وفاش هضرت وكندافع على حقي وليت ما مزياناش وتناكل العصا غير بوحدي. انا مفوضه امري الله ولكن راه راسي ما قادش يحبس من التفكير في هذا الشيء، تيجوني افكار انني نقتلو وناخذ حقي لراسي ولكن تنحاول نثبت راسي. المهم اخر القصه عييت بسرواجي وباقى القضيه ما عندها حتى شي حل، والبوليس ما داروا ليا والو واخا الشكايات واخا كلشي. انا مخشيه غير في الدار ما كنخرج وخاصني ندير محامي. الشيطان فرحان وداخل خارج ومبورد عليا، اما مرتو هددتني بانها والله لا خلاتني نعس ولا نعيش حياتي مهنيه. راسي بغيت ترتق بالتفكير، بغيتكم تدعيو معايا واذا عندكم شي حل من غير هذا الشيء اللي درت وما نفعتش اعتقوني. راني عييت وحرارت فيا العيشه، مرضوني وليت كنحس براسي محتاجه شي طبيب نفساني وغير معصبه، وحتى ولدي ما بقات عندي ليه خاطر. وانا يلا قلت بسم الله في حياتي الزوجيه، حياتي تخربقات وحتى هي ما بقاش عندي ليها الخاطر بسبب هذا الشيء اللي تنعيشو بالضغط وقله الادب وعدم الاحترام والحريه في وسط داري. وهذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكايه ساميه. اول خطره عندنا هذا النوع من الحكايه صراحه، اذا جينا نحطوا انفسنا بلاصتها ما عرفش شنو يقدر يدير كل واحد فينا في حق هاد الاشخاص اللي هما طاغين، خصوصا اننا نتلاقاو بهاد الخطرات مع اشخاص في القانون اللي هما فاسدين وما عندهمش الضمير. انا غادي نقول لك بلا ما تمرضي راسك وحاولي انك تجاهليه، حيت في الاخير مولانا غادي يقضي عليه. فرعون وشحال طغى في الارض ربيه بطف لحظه كانه لم يكن. صعيب هاد الكلام اللي غادي نقول لك ولكن ضروري خصك تعيشي بيه باش تكوني مرتاحه. حاولي تفيقي وتنعسي بجمله اذا كان الله معك فمن عليك واذا كان عليك فمن معك. ما نساوش انه وردت بزاف ديال الاحاديث عن الجار حتى ايات القرانيه اللي كتاكد وصيه الاسلام بالجار وحرص الدين الحنيف على الاعلاء من قدر الجار وحذر من ايذائه والازعاج ديالو، لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نفى الايمان عمن يؤذي جاره، تخيلوا، وقد اقسم على ذلك في قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟
قال جار لا يأمن جاره بوائقة، والبوائق هي الشرور والمتاعب. وكاين حديث واحد اخر تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، بمعنى انه سيشاطره ماله اذا توفي، انه يورث مع الاولاد ديالو البنات ديالو الاخوه ديالو في المال. وهذا يدل على ان حق الجار هو حق عظيم خاصنا ضروري اننا ننتبه ليه. والاحاديث في هذا الباب كثيره ومتعدده. شوفي نصيحه مني، اذا ما وصلتيش لشي نهايه قانونيه واخا كيف قلت لك قاصحه في البدايه، عودي راسك على التغافل وشغلي روحك بروايات واستمتعي باللحظات ديالك، ما تحاوليش تهبطي المستوى ديالهم، مستوى دني غير اخلاقي و1000% شيطاني. ديري بحال ساكنه مع شي اشخاص اللي هما حمقين وخاصك تعيشي مع هذا الامر، والا غادي تجيبها في صحتك. نقول لك حاجه، دخلي لراسك وقولي لراسك باللي انه مولانا بغي يختبر الصبر ديالك بهاد الناس. حاولي تكوني قد هذا الامتحان، هو صعيب ولكن غادي تقدري، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اعانك الله، وكنتمنى المتابعين الكرام انهم يدعوا معاك، ومن غير الدعاء انهم اذا عندهم شي افكار ولا عندهم شي حل يشاركوه معاك، باش ان شاء الله ربي يفرج عليك. يا متابعين يا كرام، وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب. سلام سلام.